دي مريم، ودي ملوخية بالأرانب مريم اللي عاملاها، ودي حماة مريم اللي سابت مصر وجات تقعد مع ابنها عشان تعرف مريم، أو هكذا تظن مريم يعني. المفروض إن مريم وشريف واخدين الملوخية بالأرانب دي ورايحين يسهروا مع أصحابهم، لأن في اليوم ده في خسوف للقمر. مريم بتشرب ولكن من ورا جوزها شريف، لأن هي كانت عملت حادثة زمان وقتلت واحد وهي سايقة. قبل ما يخرجوا بتقول لجوزها إن هي نسيت التليفون، ولكنها ما بتكونش نسيته ورجعت الأوضة عشان تقلع الشوز وبتحطها في البوك وبتخرج حافية. مش عايزين بقى ناخد موقف من مريم، لأن كما قالت مريم والله اللي اختشوا ماتوا. دي جنى دكتورة كلاب، وده جوزها زياد، بقالهم سنة متجوزين، ولكن لحد دلوقتي زياد أول ما بيشوف اللحمة بيجري هاو هاو، كان بيهاو هاو بجد. دي صوفيا 17 سنة و11 شهر، ودي مي مامة صوفيا. مي لقت بالصدفة البتوعتين دول في حاجات صوفيا، بتاعت مي بنتها، ولكن بنتها قالت لها مامي اتس اوكي، ريلي اتس اوكي، فعملت لها بقها كده وقالت لها قول لابوكي. راحت قالت لابوها قال لها اتس اوكي، بنتك هتتم 18 سنة خلاص وهتعمل اللي هي عايزاه. فقالت له يا وليد شد على البيت شوية يا وليد. الشلة كلها بتتجمع في بيت وليد وكلهم بيبوسوا مراتات بعض عادي لأنهم صحاب، وبيكونوا منتظرين صاحبهم الرابع اللي اسمه ربيع وصاحبته الجديده اللي اسمها رشا. بعد شويه بيروحوا يستقبلوا ربيع، ولكن ربيع بيجي من غير رشا. بيسالوه عن رشا، قال لهم ان هي تعبانه. بيطلعوا بعد كده كلهم بره البيت يتفرجوا على بدايه الخسوف. بيخلصوا فرجه كلهم بيبداوا يهزروا شويه، وبيروحوا بعد كده عشان يتعشوا. بيقعدوا على العشاء وبيبداوا يتكلموا مع بعض، وبنعرف ان شريف وزياد ومي وربيع كانوا اصحاب في الجامعه، وبنعرف ان وليد دكتور تجميل وان مريم مش طايقه جوزها. وبتدور احداث الفيلم في احدى الدول العربيه اللي ما قالوش اسمها، بس مش في مصر يعني. كعاده اي قعده زي دي بيبداوا يتكلموا في موضوع الثقه بين الازواج، وان كل الرجاله اللي موجودين ما عندهمش حاجه يخبوها عن مراتاتهم. فهنا مي بتقترح عليهم ان هم يلعبوا لعبه، اي حد يجي له رساله او مكالمه يفتح السبيكر ويسمعها لهم كلهم، وكله طبعا بيضطر يوافق. صوفيا بنت وليد بتكون خارجه، فبتقول له بابا عايزه فلوس اجيب حاجات بدل اللي ماما خدتها، فبيديها فلوس. بيجي بعد كده مكالمه الربيع من اخته ياسمين، واللي المفروض هو مدرس جامعي وتقريبا جاي له شغل في العراق. المكالمه اللي بعد كده بتيجي لمي من باباها اللي بيقول لها ان هو جاب لها رقم دكتور التجميل اللي هي عايزاه، لان هي عايزه تعمل عمليه تجميل للصدر. شريف في الوقت ده بيقول طب ما جوزها دكتور تجميل، ليه ما يعملها لهاش هو؟ شيء خارج عن المألوف جدا. بيطلع بعد كده ربيع عشان يشرب سيجاره في الهواء، فبيطلع وراه شريف جاري وبيقول له ان هو في مصيبه، وان هو هيجي له صور من واحده الساعه 10 بالليل، وان محدش هيقدر ينقذه غيره لان التليفون بتاعه نفس الموديل بتاعه. فبيقترح عليه يبدلوا التليفونات، ولكن ربيع بيرفض. بيرجعوا تاني يكملوا عشاء، وبيجي اشعار على تليفون ربيع، فبيقوم ربيع يلعب رياضه لمده دقيقه، وبتقوم مريم تصوره. في الوقت ده بيستغل شريف الوضع وبيبدل التليفونات. ربيع بيخلص التمرين بتاعه وبيرجع يقعد، بيلاقي بدل التليفونات، ولكن شريف قاعد يتحايل عليه ويقول له حط امك بيتها هيتخرب. وفي تلك الاثناء بتاخد مي جوزها وبيخشوا المطبخ، لان هي وقعت مشروب على القميص بتاعه، وبتبدا تعاتبه وتقول له ان مريم قالت لها ان هو بيروح عند سيرابي بره، لان هي سيرابي برضه يعني. يعني انت عايزه تروح لدكتور تجميل تاني غير جوزك عشان يظبط لك الدنيا، وانت بتروح لدكتوره نفسيه تانيه غير مراتك عشان تتكلم معاه، ده شيء خارج عن المألوف جدا. بتيجي الساعه 10 وبتيجي فعلا الصور على التليفون اللي مع ربيع، واول واحد بيسقف هو شريف، فربيع رزع التليفون، فشريف قال له براحه على الشاشه. كلهم بيبداوا يتفرجوا على الصور اللي جت لربيع، ولكن ربيع بيسكت وبيداري على صاحبه. بيجي بعد كده اتصال لوليد من بنته صوفيا، وبتقول له ان هي عايزه تبات النهارده عند صاحبها. فقال لها صوفيا انا وماما ربناك على الحريه، بس انا خايف تباتي عنده النهارده ترجعي تندمي. تقريبا يقصد يعني ان هي نسيت البتاع، فممكن يحصل حمل فتندم يعني. وبعدين وليد قال لها فكري تاني، فهي قالت له خلاص يا بابا هفكر تاني. بيجي بقى رساله على تليفون ربيع اللي هو مع شريف من واحد اسمه روي بيقول له كيف صرت. بتستغرب مريم لان رنت الرساله مختلفه، ولكن شريف قال لها هتلاقي حد من العيال في التليفون. شريف قال ان روي ده موظف جديد عنده في الشركه، والموضوع عدى، وبعد كده قاموا يشوفوا الخسوف قبل ما يخلص، وبعد كده بيقرروا ياخدوا صوره مع بعض للذكرى بتليفون جانا. فبتيجي لجانا رساله من الاكس بتاعها اللي اسمه روميو بيقول لها هاي. زياد جوزها بيتعصب وبيقول لها الاكس بيكلمك لحد حالا ليه؟ قالت له عادي اصحاب، وبعدين زياد بيهدى. بيجوا يتصوروا تاني، فبيبعت لها روميو تاني وبيقول لها ان هو محتاج يعمل علاقه دلوقتي. هنا زياد بقى ما بيهداش، جانا تقول له اهدى، زياد يقول لها اهدى ايه، بيقول لك عايز يعمل علاقه. زياد بيزعل وبيخش جوه، فبتخش جانا وراه، وبتتصل جانا بروميو وبتبدا تكلمه قدام زياد، فبيفهم زياد الموضوع، وبيفهم ان روميو بيحب بنته وبيجري وراه، وان جانا بتقول له ان البت دي بتلعب بيه. وبعدين مريم بتقول له ان اخر واحد يخاف منه هو روميو، لان جانا هي اللي زبلته مش هو اللي زبلها، زبلته يعني سابته. شويه وبتيجي رساله تانيه من روي، فبيضطر شريف ان هو يرد، وبيقول لروي ان هو بيتعشى مع اصحابه ومش فاضي، فاتصل بيه روي وبدا يهزقه، وبدا يتكلم كلام كانهم مرتبطين ومتخانقين مع بعض، وكان في بينهم علاقه. شريف في الوقت ده بيكون مش مستوعب اللي بيحصل، وبيقول انا ما كنتش اعرف، انا ما كنتش اعرف.
بالنسبة لمريم فوضعها دلوقتي صعب، شيء خارج عن المألوف جدا. بيجي لشريف هستيريا من الضحك، وبعد ما بيخلص بتسأله مريم انت كده من امتى؟ شريف بيتعصب جدا وبيقول لها انا جوزك ابو عيالك، ازاي تتخيلي ان انا ممكن اعمل القرف ده؟ لا مؤاخذة ما اقصدش حاجة، الله مؤاخذتك معاك. بيبعت له روي الرسالة في الوقت ده وبيعتذر له لان هو كان متنرفز، وشوية كلام تاني بيأكد العلاقة اللي بينه. فبتتعصب مريم وبتقوم، مريم بتشرب كاس وبعدين بترجع له تاني وبتبدأ تستفسر اكتر. هنا ربيع بيقرر ان هو يتكلم ولكن شريف بيمنعه. مريم بتخلص العصبية بتاعتها كلها وبعدين بتطلع بره وتشرب سيجار. في الوقت ده تليفون زياد بيرن، وبيكون الجوهرجي بيسأله الحلقان عجبتها ولا لا. فبتيجي جنى وبتقول له حلقان ايه، انا اصلا وداني مش متخرمة. فقال لها طب ما نخرمها يا جنى. بترن في الوقت ده نيكول السكرتيرة بتاعته، بتقول له يرد ما بيرضاش يرد، فبتاخد التليفون وبتجري وبترد هي. فبتقول له نيكول زياد حبيبي هلا انا عملت التست وطلعت حبلة، شو بعمل؟ بتجري جنى على الحمام وبتروح معاها مريم. بيجري وراها زياد ولكن مريم بتقفل الباب. بتيجي هنا مي وبتسحب زياد وبيخش اوضة وبتقول له انت واحد واطي وكلب، وبتديله الحلقان بتاعته وبتسيبه تمشي. في الوقت ده وليد بيحس ان مراته متأثرة بالموضوع اكتر مما ينبغي، وبيبدأ يتوقع ان في علاقة ما بين مي وما بين زياد، وبيتبادلوا نظرات كده بس من غير كلام. وفي تلك الاثناء جنى بتقول لمريم انت عارفة اصعب شعور في الدنيا ايه؟ ان جوزك يطلع بيخونك مع واحدة. فمريم قالت لا في اصعب من كده. بيجي شريف وبيخبط على الباب وبيطلع مريم، وبيقول لها المدرس بتاع الاولاد بيسالك انت لابسه شوز ولا لا ليه. بيشك شريف ان في علاقه بينهم ولكن مريم بتقول له ان هو شات بس. شريف بيتصل بيه وبيجبرها ان هي ترد ولكنها ما بترضاش ترد. فمي بتتطوع وبتتكلم هي على اساس ان هي مريم، وبيتاكد هنا شريف ان اللي بينهم بس شات وانهم ما كلموش بعض ولا شافوا بعض قبل كده، ولكنه بيبقى عايز يتاكد هي لابسه شوز ولا لا. هنا مريم بقى بتنفجر وبتقول على السر، وبتقول ان هو من سنه حصلت حادثه وكانت هي اللي سايقه وسكرانه وخبطت واحد وموتته، وشريف خد مكانها وقال ان هو اللي سايق واتحبس مكانها وطلع بكفاله ولسه القضيه شغاله، ومن ساعتها وهو ما لمسهاش وكل يوم بيذلها بالموضوع ده. بتمشي مريم، وهنا ربيع بيقرر ان هو يتكلم ويقول ان هما مبدلين التليفونات وان هو اللي مش تمام انما شريف هو اللي تمام. بيروح بعد كده لجنى يخبطوا عليها ما بتفتحش، فبيكسروا الباب، وبيلاقوا جنى بتظبط الميك اب بتاعها وبتطلع تقول لزياد ان مامتك فرحت قوي لما عرفت ان هي هتبقى تيتا، وسابته ومشيت وراحت قلعت الدبله بتاعته وحطتها على الترابيزه. فبيبعت وليد زياد ورا مراته وبيقول له الحقها. بتيجي بعد كده مي لجوزها وبتبقى حاسه بالندم، وبتقرر ساعتها ان جوزها هو اللي هيعمل لها العمليه. وفي تلك الاثناء بتكون جنى واقفه تتفرج على الخسوف، وبيجي زياد وبتقول له ان القمر رجع طبيعي. فبيجي شريف وبيقول لهم بتبصوا عليا عصافير، ما الخسوف خلص. فمريم بتقول له ان الجو ساقع وهي عايزه تروح، وبيجي ربيع وبيتفقوا على ميعاد ماتش الكره اللي جاي. وفي تلك الاثناء مي بتسال وليد وبتقول له ليه ما سبتناش نلعب، انت عندك حاجه مخبيه؟ فوليد مسك التليفون بتاعه وقال لها ان هو ما عندوش حاجه مخبيه، وبيديها التليفون بتاعه وبيقول لها حتى شوفي. في الوقت ده بتنبسط مي لان جوزها مش بيخونها، وبتقلع الحلقان اللي جايه لها هديه، وبتمسك التليفون وبتبعت رساله لزياد على الواتس وبتقول له كان على بالي بوسك، فقال لها انا كمان كان على بالي بوسك. في الوقت ده بتتصل بيه نيكول، فمراته قالت له ما تردش، فقال لها ما انا مش هرد. بيرجع شريف ومراته للبيت، وبيخش شريف يتفرج على الصور اللي جات له الساعه 10، وبتخش مريم تطمن المدرس بتاع الاولاد ان هي ما كانتش لابسه شوز، والبسكليته بيفضل بسكليته ومحدش عارف لسه ان هو بسكليته. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل فولو لو انت على الفيسبوك، سبسكرايب لو انت على اليوتيوب، ويلا سلام.